البلدية وتعويضها بنيابات خصوصية. شو يبدل بالنسبة لكم؟ هو اولا الشطر الاولاني صحيح تم حل بلدية البارح مقتضى المرسوم تاع البارح. الثاني مش ياسر صحيح خاطر رئيس الجمهورية قال باش يتم تركيز نيابات خصوصية، لكن كي هبط المرسوم البارح العشية ما فيهوش نيابات خصوصية، في انه البلدية 350 وقع حلها والكاتب العام هو اللي باش يولي يسير الامور الادارية والمالية للبلديات الى حين انتخابات اخرى. الانتخابات الجاية اللي هي لازمها تصير في 3 الأشهر الأخرى نتاع المدة النيابية، أي المدة توفى في كل واحد كيفاش يحسب، كل يحسب من تاريخ إجراء الانتخابات، دونك سوا ماي سوا جوان سوا جويلي. معناها البلديات ما عادش موجودة من البارح العشية، وبدات لاباساسيون بين العديد من رؤساء البلديات والكتاب العامين. يوسف باش نفهموا، الكاتب العام شكونه هو؟ الكاتب العام هو معناتها موظف الإدارة هذا هو في الإدارة معناتها عبد البلدية. فيكس يمشي ويجي مجالس بلدية، هو عبد يخدم ولا خاطر نعرف انه البلديات ولكن ينجم يتبدل هو يتم تعيينه، ولا هو عبد لا قد هو معين، هو معين معين من البلدية قبل؟ من قبل السلطة المركزية، من قبل وزارة الداخلية. دكتور دونك هو ونعرف البلديات مكونة من 2 أجهزة، مجلس البلدي اللي هو اللي نمشيو ننتخبوه، وعندنا إدارة بلدية كاملة تخدم على رأس الإدارة البلدية هذه هو الكاتب العام. دونك مش نجيبوا كتاب عامين، الكتاب العامين الموجودين في البلديات هما اللي باش يمارسوا بصفة وقتية تسيير الأمور البلدية إلى حين إجراء الانتخابات اللي هو نورمالمون في غضون الشهرين 3 ماكسيموم. هذا بالمرسوم اللي ما تبدلش. دونك شنو يتبدل؟ هو احنا كنا نستناو فيه انه سيتم حل المجالس البلديه منذ الاعلان عن حاله الاستثناء واتخاذ الاجراءات الاستثنائيه. ريالما مش في بدل حتى على خاطر تو سامبلومون المده النيابيه الموندا نتاع البلديات يوفى نهار 12 جوان 2023. دونك تو يوفى لو موندا. هذاك علاش عم نستغربوا من التوقيت، لانه منا ومنا بشوف لو موندا، دونك سافا غيان شانجي بالنسبه للمجالس البلديه. اكثر من ذلك احنا طالبنا انه لابد من انه الانتخابات البلديه هذه تتعمل، وما نحطوش هياكل او ولا ناس معينين لاداره الشان البلدي. هو اللي اخطر من ذلك هو المراسيم الاخرى اللي خرجت في علاقه بالبلديات، واللي معناها بصفه واضحه تكرس النظره السياسيه الجديده نتاع رئيس الجمهوريه في علاقه بالمجالس البلديه، اللي هو اختصارا النظام القاعدي. دونك يشوفوا النصوص اللي خرجت تكرس بصفه حرفيه الاليات نتاع ما يسمى بالنظام القاعدي، لانه برشا حاجات جديده، لانه المرسوم ما تعلقش كان بحل المجالس البلديه، لكن باش يولي عندنا مجالس بلديه، وباش يولي زاد عندنا حاجه اخرى اسمها مجالس محليه ومجالس جهويه ومجالس اقاليم. دونك شو اللي عندنا برشا هياكل تتدخل في الشان المحلي، ولذلك اكدنا عليه على اكثر من مره انه وان كان هو مشروع نتاع رئيس الجمهوريه، فانه سوغ لو فون لا يخدم، معناه ما يخدمش جمله مساله تدبير الشان المحلي، لانه يتعارض مع اهم المبادئ. وخوفنا احنا انه البلديات دورينافون بهالتركيبه القانونيه والسياسيه الجديده باش تولي جوست مجرد هياكل سوريه ما عندها حتى ان بوفوار، نوتامون اللي كنتوا تحكيوا فيه اليوم البعد الاقتصادي نتاع البلديات اللي يحبوا ديما نغيبوه ونحبوه يقعد عند السلطه التنفيذيه، والا هياكل تابع عليها على المستوى المحلي. وقلنا انه اجراء الانتخابات البلديه مهم، لانه الحمد لله باش يكون عندنا انتخابات بلديه، لكن انتخابات بلديه ما نعملوش انامبورت كيل بري، معناها جوست ديجا نعملوا انتخابات بلديه فقط. قلنا واكدنا ومازلنا ناكدوا على انه الفائده في المبادئ اللي تحكم، دونك سي لا سوبستانس لو فون، مش مجرد معناها اجراء الانتخابات البلديه ك حاجه فورمال ديجا نعملوا انتخابات فقط. واضح هذايا بالنسبه للموضوع معناتها اشو، خاطر البارح كما قلت لك القرار، دونك الجامعه اليوم عندها موقف معناتها بارابور سا باش يخرج معناتها تو دافي. هو اليوم الصباح ان شاء الله شويه يخرج موقف نتاع الجامعه اللي لخصته لك في اهم النقاط اللي قلتهم لك، اللي هو اولا احنا مش نستناه في قرارها، احنا دعينا انه يتم اجراء انتخابات البلديه، لانه لو موندا وفي الممارسه الحقيقيه نتاع الديمقراطيه لو موندا يوفى في جوان. سي بعصيده وقت قال هذايا هوني فوالا توت افي. دونك هيك الجامعه وعملنا حتى ندوه عندنا 3 جمعات سميناها المجالس البلديه اي مصير،
وطالبنا انه المجالس البلديه توفى، لكن توفى معناها يوفى الموندا نتاعها، لكن التجربه نتاع الحكم المحلي لابد ان تتواصل بالمبادئ نتاعها اللي موجوده في اي عالم، اللي هي مبدا التدبير الحر، وانه عندك تكون استقلاليه، ما تكونش مجرد هياكل تابعه للسلطه المركزيه. لكن المراسيم اللي شفناها البارح للاسف هي المرسوم المتعلق خاصه بتنقيح بالمجالس الجهويه والاقاليم، يظل بعاد ياسر على تحقيق هذا الهدف هذا. واكدنا اكثر من مره سواء في لي باساج ميدياتيك او في لي كوميونيكي انه راهو انت اجراء انك تعمل انتخابات بلديه، راهو ولا اي انتخابات ماهيش متعلقه كان بالبلديه، راهو ماهوش هدف في حد ذاته، مش تحب تعمل انتخابات على خاطر يلزمك تعمل انتخابات، لا، الهدف هو انك معناها اي هيكل ولا اي تقسيم ترابي الهدف سوبوزي نتاعو هو انك تخدم بشكل افضل الصالح العام على المستوى المحلي ولا الجهوي ولا الوطني. لكن يظل بالمراسيم اللي صدرت البارح هو اكثر ترجمه قانونيه نتاع مشروع رئيس الجمهوريه ك سعي انه خدمه افضل للصالح العام. واضح، هذا هو انا في التور لا كيسيون حابين فريمون نسمعوا منكم. بعد شوي باش يكون معنا السيد محمد ليلي منصي نائب رئيس الهيئه العليا المستقله للانتخابات، صدور امر دعوه لانتخابات بلديه، تو نفهموا منه كيما قلت سيدي بوكو كيفاش يعزم نورمالمون اللي يزيد تعطينا حسبه صحيحه تقول لنا وقتاش تزيد. هو يا بلوزيغ انتربريتاسيون حتى من بين القراءات هو اللي يزيد، لكن طبعا هو المؤول الرسمي هو هذا هو نمشيو للمصدر. هو اللي يزيد. اي يعطيك الصحة اوتوكا، شكرا ليك فيكاس، فسرت لنا بالضبط معناتها الموقف كيفاش تشوفوا الامور. شكرا ليك يوسف عبيد، مكتب مشاريع المناصرة بالجامعة التونسية البلدية. يعيش. فاصل فلاش شانجر شين.